أنه لا هذا ولا هذا. ينبغي أن نضع جمعية العلماء في سياقها الزمني التاريخي العام، بمعنى أن جمعية العلماء جاءت كرد فعل لفعل، بمعنى هي أم الجمعيات كما يعلم الجميع، وهي التي وضعت الأسس العامة لما يسمى اليوم بالثوابت الوطنية. فجمعية العلماء عندما أنشئت في 5 مايو 1931 جاءت على أنقاض أحداث وقعت في داخل وطننا. هذه الأحداث تمثلت على الخصوص في مجموعة من الأعمال التي قام بها الاستعمار الأجنبي. من هذه القضايا إلغاء الأوقاف وتأميم الأوقاف أو الحبوس وإلحاقها بما يسمى بالدومين، يعني بأملاك الدولة. ثانياً، جعل اللغة العربية التي هي لغة الوطن لغة أجنبية لا يتعامل بها ولا يمكن أن تكون لغة حية كاللغات الحية. ثالثا، تحويل المؤسسات الدينية وخاصة بعض المساجد إما إلى متاحف أو إلى كنائس أو إلى أي شيء ما عدا أن تبقى مساجد. هذه الأعمال المتراكمة كلها ختمت بعمل استفزازي هام، وهو الاحتفالية المئوية بالاحتلال الفرنسي 1930، بمعنى 5 جويلية 1930 يكون قد انقضت 100 سنة على احتلال الأجنبي لبلادنا. في ظل هذا الاحتفال وهذه الأحداث التي سبقت، قال قائلهم، وكان احتفالا دام مدة سنة، قال قائلهم بأننا لا نحتفل فقط بدخولنا لهذا البلد منذ 100 سنة، ولكن نحتفل أيضا على الخصوص بتشييع جنازة شيء اسمه الإسلام في هذا البلد.